ما تقل الضغطات لا لا تعلق 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 ولا احداث حتى الان مفروض وردنا بلاغ صباح يوم أمس بخصوص ارتفاع منسوب المياه في منطقة وادي الربيع. استجاب فريق تدخل أثناء الطوارئ التابع لجمعية الأحمر الليبي فرع طرابلس واتجه للمكان وتم إنقاذ 8 عائلات، وحاليا تم التنسيق مع عميد بلدية عنزارة بخصوص العائلات العالقة. وحاليا تم توفير إغاثة للعائلات النازحة، وبإذن الله إن شاء الله ربي قدرنا على فعل الخير، ومستمرين على العمل الإنساني وبرغم ضعف الإمكانيات، وإن شاء الله خير. من أمس كان جريان وادي الربيع ولا كان فيه أضرار طبعا لهذا الوادي، وهو هي من نعم الله أولا، لكن لم يكن فيه مقومات لسد هذا الوادي باعتبار أنه مياه، وكانت الناس أمس العائلات في موقف صعب، وهي مما سبب أضرار في بعض البيوت وسبب لها طبعا خروج الناس من بيوتهم. فاحنا تواصلنا مع جميع الجهات أمس، وهي وكانت في الموعد طبعا الهلال الأحمر فرع طرابلس معنا من أول لحظة، وكذلك مديرية أمن طرابلس ومراكزها وفروعها وجميع ما تملك من تحت مقاومات وإداراتها، مركز البحث عنزارة الجنوبي، مركز البحث عنزارة، مرور عنزارة، مركز الجنوبي عنزارة، وكل الجهات الأمنية ووحدة التدخل السريع، وكذلك كل من يتعلق له بعملية الإنقاذ معنا. ولا ننسى فريق الإنقاذ من حي الأندلس اللي هو خفر السواحل اللي قدم معنا، أو النادي الموجود اللي هو هيئة الأمن من إنقاذ بوجودهم بالقوارب معنا إلى ساعة متأخرة بالليل. وإحنا هذا طبعا جهود على داب البلديات وحتى على داب جهدنا، لا نملك إلا أن إحنا نقدم خدمة ونقف مع المواطن، ولسنا دولة. هذا الوادي كان المفترض استنجدنا من سنوات بحل جذري ليه، ولكن حتى الآن لم يكن له حل. السنة الماضية درنا دراسات وحولناها إلى الدولة، ولكن لا مجيب بهذا الأمر. كانت وزارة الإسكان والمرافق والمياه والهيئة العامة للمياه بوضع الدراسة، ولكن لم يقدم أي شيء. والوادي نفس المشكلة هذه العام، وهذه طبعا مشكلة كارثية على المواطن ومعاناة. كون نتكلم في بعض الناس تقول لك أنتم قمتم ببناء في وادي أو غير وادي، هذه موضوع دولة. الآن تقدم عمراني وتقدم تطور بنية تحتية يجب يكون له حل، بدون تجريح في المواطن، بدون انهيارات للمواطن. المواطن يكفيه انه هو يلقى مكان يقدر يسكن فيه هو اهله بقيمه ماليه بسيطه. فاحنا نبي الدوله تقف مع المواطن.